السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده لاطفال الدمج الصف الرابع الابتدائي ماده الدراسات الاجتماعيه هناخد الدرس الرابع. الدرس الرابع هو محافظات مصر. الدرس الرابع محافظات مصر. المحافظه هي مساحه واسعه من الارض تضم مجموعه من المراكز او الاحياء. المحافظه هي مساحه واسعه من الارض تضم مجموعه من المراكز او الاحياء. المحافظة هي مساحة واسعة من الأرض تضم مجموعة من المراكز أو الأحياء. تمام، ده تعريف المحافظة. تنقسم محافظات مصر إلى محافظات الوجه البحري، المنوفية والشرقية والبحيرة. محافظات الوجه البحري زي المنوفية، الشرقية، البحيرة. تمام، دي أول حاجة، محافظات الوجه البحري، المنوفية زي المنوفية والشرقية والبحيرة. محافظات الوجه الإبلي زي أسوان والمنيا والجيزة. محافظات الوجه الإبلي زي أسوان، المنيا، الجيزة. يبقى محافظات الوجه البحري مثل المنوفية، الشرقية، البحيرة. محافظات الوجه الإبلي مثل أسوان والمنيا والجيزة. أسوان والمنيا والجيزة. ثالث حاجة، محافظات الحدود. محافظات الحدود الصحراوية. محافظات الحدود الصحراوية زي محافظة الوادي الجديد، محافظة مطروح، محافظة البحر الأحمر، محافظة شمال سيناء، ومحافظة جنوب سيناء. محافظات الحدود الصحراوية زي محافظة الوادي الجديد، محافظة مطروح، محافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء. تمام، يبقى احنا خدنا محافظات الوجه البحري زي المنوفية والشرقية والبحيرة، محافظات الوجه الإبلي زي أسوان والمنيا والجيزة، محافظات الحدود الصحراوية هم خمسة، محافظة الوادي الجديد ومحافظة مطروح ومحافظة البحر الأحمر ومحافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء. دي محافظات الحدود الصحراوية. عاصمة مصر هي محافظة القاهرة. تمام، عاصمة مصر هي القاهرة. ده الدرس الثالث في مادة الدراسات، الدرس الرابع في مادة الدراسات الاجتماعية لولادنا من أطفال الدمج للصف الرابع الابتدائي. الدرس هو محافظات مصر. تمام، نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد. مع السلامة.